هي تحمله خلص. بصراحة ما بعرف شو بدي لك. ما تقول شي، أنا بحبك وبالحب ما بقدر كون إلا لرجال واحد. وليه ما تركتي قبل هلا؟ كنت ناطرة منك أنت تقلي تركي. تمارا أرجوكي ما تفوتيني بهيك موقف. شو أديب؟ هيفا نزلي وحدة رقم الغرفة 412. شو عدفك لوحدة؟ لأنه كان طالع مع واحد وصل على الأوضة ونزل. بدنا نخطفها من الأوتيل ونخدها على المزرعة. ليه ما بنخلص منها بالأوتيل؟ لا، فرد مرة منقتلها ومندفنها. لوين؟ معلش مضطر امشي قبلك لاني تأخرت على البيت. ساقعة محلك. بدي اخد هيفا على المزرعة. يعني بدنا نغير الخطة لنحافظ على حياة هيفا. لازم نغير الخطة. كيفك اليوم؟ منيحة. كان نهار كتير متعب اليوم. يعطيك العافية. سراب؟ سراب؟ نعم. ليه عم تبكي؟ لا مش عم ببكي. هو ده يمكن من الرشح. أنا ماشي، بدك شي غيره؟ لا، روح. أستاذ فراس؟ شو بك؟ نخلص من هيفا وبدي مصرياتي، بدي سافر تاني يوم. وعدني بهالشي. بوعدك أديب. وين كنت تروحي انت وياه؟ أنا ومين؟ حميد سليمان. شو بك ما عم تحكيني إلا بحميد سليمان؟ قلت يمكن بتحبي تحكي عنه؟ الله يرحمه. يا ريت لا يا بتقدر تصدق إنه مات. يا ريت بتقدر تعتبره حب وانتهى.
حاسس انه بعده مسيطر عليها، بعده ساكن جواتها، مش قادرة تنساه. لازم تضل مراقب بيت مفيد الا ما ترجع تشوف عمك هوني. اذا ساري هو المطلوب كيف تقدر يراقب؟ لو انا بعرف شكل عمو عصام كنت انا راقبت عنه. لازم نلاقي طريقة تانية، لازم اوصل لعمي. لازم توصل لاختك بالاول. بمين عم تفكري؟ بحسده ونياله لأنه عم يمرق بتفكيرك وخيالك. يلي عم فكر فيه ما إلي حظ شوفه إلا بفكري وبخيالي. بعرف إنك عم تفكري بحميد. لإمتى بدك تضلك عم تفكري بشخص غايب ما في أمل يرجع؟ كلمة غايب وما رح يرجع أهين بكتير من كلمة ميت. على القليلة إذا غايب بضل عندي شوية أمل إنه يمكن يرجع. بس إذا تجوزتي فراس بفتكر أنت اللي رح تروحي لعند حميد. مش جاييني نوم، فوتي نامي ما تخاف علي. كيف ما بدي خاف عليكي وانت صديقتي الوحيدة؟ ما فيني شوفك هيك معذبة وضايعة وعم تبكي. ما بدي حميد سليمان وهو ميت يضل يعذبك هالقد. سلو بكي شي؟ الله يوفقك، شوية ماي وسكر ماما الله يخليك. حاضر. أكي
اكيد هيدا فراس وجماعته لانه هددني قبل بمره. كان لازم تنتبه. على كل حال انا بعرف كيف ردله اياها. ما عاد تحرز، رح برد له اياها اعدام. بيستاهل هالكلب شو ما صار فيه. على كل ما تخلي سراب تعرف، ما تشغلها بالها. يا الله شو عم بيصير فيي ما بعرف. رواق بعد الشراب. طريني شوي، طريني شوي هون. طريني شوي. يا الله يرد عليك يا تقبرني، الله يرد عليك. عمالي عمالي هون. كيف صرتي؟ منيحة. شو عملتوا انت عصام؟ رحنا على الاوتيل بس ما في حدا بيعرف شي عن البابا، خصوصا انه صاحب الاوتيل مات من زمان وابنه هو بيستلم عنه الادارة هلا. هيك بس؟ في شي ما عم بفهمه. كل ما قربنا لقدام بشي منلاقي في اشياء كانت عم بتصير ما بعرف فسرها. مثل شو يعني؟ لقينا الارشيف القديم واسامي الناس اللي مرقوا على الاوتيل الا اسم البابا. كيف يعني؟ يعني كل ما لفيت الغرف موجوده من وقت ما تاسس الاوتيل لهلا الا ملف الغرفه اللي كان يستعملها بي. يوم عن يوم عم بقتنع اكثر واكثر انه صار لازم نكتشف شو صار. رح اتركك ترتاحي. ما قلت لي شو اسمك يا ابني؟ وليد، وليد غصن. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. هيدا ابني بيشبه حدا بعرفه بس مش مذكر مين. مسافر له زمان. لوين؟ بيتنقل من بلد لبلد. الله يرده بالسلامة يا ست. الله يحفظك يا ابني. اسمي سلوى. تصبح على خير ست سلوى. كنت وعدك تشوف مجوهرات الماما، كان لازم تشوفهم من زمان. خسارة انه الماما ما عاشت كتير حتى تلبسهم وتتزين فيهم. الو. هاي، كيفك كارلا؟ شو بعد ما نمتي؟ انا بحب كثير الليل وبتنام مؤخره. على القليل في شيء بنشبه بعضنا فيه. في الانتخابات البرلمانيه العامه احنا نيتنا بنحب الليل. شو رايك ناخذ شيء برا مش يجيني نوم؟ تاثرت كثير لما شفت اغراض الماما. رح تضل حرقه بقلبنا انه مربينا معهم. ماتوا وتركونا. ليه ما حطيت المجوهرات بالبنك؟ ليه بعدك تركتيهم بالبيت؟ هيدا كل اللي بقي لي من الماما. بدك تبعدني عنهم؟ كارلا، ليه غيرت رأيك وتركتينا بالبيت؟ ما قلي جلادي روح لمحل. جهاد، في شيء مهم نسيت اقول لك اياه. في اشياء كثيره بعد ما خبرتيني عنها. يمكن، بس اشياء مش مهمه. شو المهم هلا؟ المجوهرات يلي سلمتها لكمال في نسبة كبيرة منها لشريكي. مين يعني شريكي؟ رفيق حاتم.
المجوهرات موجودين بالخزنة بالفيلا. الليلة وبأسرع وقت ممكن بتفتح الخزنة وبتصور المجوهرات. الليلة؟ صعبة الليلة، بدها وقت. ما تقلي صعبة، طول عمرك تفتح أصعب خزنة بخمس دقايق. خليها لوقت ما يكون في حدا بالبيت. ليه بدنا نعرض حالنا للخطر؟ ليه هالقد مستعجل؟ ما تسألني ليه، عمول اللي عم قلك عليه وبس. إذا قدرت الليلة بيكون الليلة، إذا لا بكرة. كارلا، أنا من بعد ما سمعت قصتك تحليلي بيقول أنه ورا هالإنسان مجموعة كبيرة، يعني مافيا، يعني عصابة، يعني في خطر. خطر على حياتك؟ لا، على حياتك بالأول. ليه؟ مجرد أنه يعرفوا أنه عم ندور عليهم لحتى نقلب الأدوار ويصيروا هني يدوروا علينا حتى يخلصوا علينا. أنت مستعدة تاخدي هالريسك؟ كل شيء عملته بحياتي كان في ريسك. ما بقدر أعرض حياتك للخطر إذا كان تحليلك الشخصي صح. أنا ما عندي شيء أخسره، وهيك قصة صرت معود عليها. استاذ شوقي يطلبوا الحكيم الست متى شوي عشلي. يا دلي شو صار لها؟ شو في؟ شو بها؟ اطلب الحكيم بسرعة بسرعة. زول الحكيم شوية دوخة بس. كل النهار ما أكلت شي، كيف ما بدها تدوخ؟ كيف حاسة هلأ؟ أحسن أحسن، منيحة منيحة. طب شو صار معك؟ ما بعرف تخت. خلينا نطلع على أوضتك. هتاف سامي، لازم تعرف اني مش اكلك للنهار. ايه من الطبيعي انك تدوخي. كتير معصبة. والتعصيب وقلة الاكل ما بيسوا بهالوقت بالزيت. بدنا نحافظ على البيبي وما بدنا نخسره. شوقي، انا ملاحظ انه في اشياء مش مزبوطة بينك وبين سراب. انت مش ملاحظ هالشي؟ كيف يعني؟ بيناتكم عم بتحاولوا ما تحكوا مع بعضكم. لا ما في شيء، دايما بدنا معصبين، في امور عادية مش عم تفهم عليها. ايه بس هيدي الامور العادية إذا ما حكيتوا فيها وتفهمتوا عليها بتكبر وبصير مش عادية. مش رح نوصل للمرحلة، ما تخاف. أنا ما عم بقول هالحكي إلا لأنه ما بحب يخترب بيت أختي. يخترب بيت أختك؟ الكلمة كتير كبيرة، ما بيسوى تقلي إياها. الحمد لله على السلامة. ميرسي حكيم. بعدك مصرة ما تخبري حدا انك حبلي؟ ايه بليز، لما بيجي الوقت المناسب تركني انا خبرهم. اوكي، انتبهي لحالك.
باي باي حكيم. شو طمنا حكيم؟ بسيطة، الحمد لله على سلامتها. بس حكيم قولك ليش صار معها هيك؟ شوية تعب وارهاق ومش عم تاكل. انتبهوا لها، لازم تتغذى. يلا تصبحوا على خير. تفضل. خفت عليك كثير. ما بعرف شو صار لي، كنت بالمكتب عم بقرا شوي، قمت ارجع اوضتي، برمت الدنيا فيي وقعت بالارض. انت كيف عرفت اني بالمكتب؟ ما كان جاييني نوم، قلت بنزل بقعد شوي بالصالون، طبعت على ضو جاي من المكتب، فتحت الباب وشفتك على الارض. ما بعرف شو صار لي. سراب، عم شوفك هالايام مهمومة وحزينة، بدي اعرف شو اللي شغلك بالك. لا ما في شيء، شوية ارهاق وتعصيب مثل ما قال الحكيم. يا حبيبتي انا خيك، ما لازم تخبي عني شيء، لازم اعرف شو اللي مضايقك وشو اللي محزنك، ما تخبي علي شيء، بدي اعرف شو اللي صار معك. صاري عن جد ما في شيء، ما في شيء. عندي احساس انك عم تخبي علي. ليه عم تكذبي علي سراب؟ قولي لي الحقيقة، انا خيك، ما لك غيري وانا ما لي غيرك. ليه عم تخبي علي؟ صدقني ما في شيء، ما بني شيء، بس انا متضايقه ومش عارفه ليه. بونجور. بونجور. شو كيف العروس؟ مين العروس؟ بعدك مش عارفه مين العروس؟ ما بعرف ليه بدك تجوزني وتخلص مني بهالسرعه. بدي اشوف اولادك، هيدا اغلى حلم بحياتي بدي يتحقق. بيتحقق. كانك بدك تقولي شيء وسكتتي. لا ابدا ما في شيء. طالما انت مريضه، ما حدا غير خيك الوحيد رح يخدمك، وصديق خيك الوحيد كمان. ميرسي لكم، عم عذبكم معي. كنت تعرفي انه حميد كان عنده علاقه مع نغم؟ نغم كان في علاقه بيناتهم، هذا اللي انا عرفته. غريب، اول مره بسمع هالشي، ولا مرة حميد جاب سيرة قدامي إنه بيعرف شي عن نغم. اللي عرفته منها إنه كان حب من طرف واحد، يعني هي كانت تحبه، بس هو كان مغرم فيك. كل هالحكي ما عاد ينفع هلأ، بس يا بابا انتبه من نغم، منا هينة، إذا قدرت توصل لمزاجك مش كتير صعب عليها توصل لقلبك. هيئتك ما بتحبيها. أنا بكره كل وحدة بدها تاخدك مني. رعبت لما فتت على المكتب وشفتها على الأرض، حسيت كأنه أختي الحقيقية قدامي. كيف حسيت هيك؟ وأنت ما عندك لا أخت ولا خي ولا أهل. لو سمعتك أمي عم تحكي هيك كانت قتلتك. هادي، أنا أمك وبيك وأنا أهلك، وأنا اللي خليك توصل لهون. اللي أنت رح ترجع تحاول تصور المجوهرات وبلا كتر تحكي؟ رح أرجع أحاول، بس أعطيني شوية وقت. بدي الصور، ولما بدك تسرقهم خد كل وقتك. ليش هالقد مستعجل على الصور؟ هيدول صور البضاعة يلي سلمتها لكمال. بتعرفي حدا من التجار كان يتعامل معهم؟
لا بس كان يخبرني عن زباين عرب واجانب. طيب. ليه؟ شو عم تفكر؟ اي قطعه من هالمجموعه هي القطعه الاهم بنظرك؟ هلا كلهم مميزين بس هي هيدي اكبر قطعه الماس. معقول الحق علي؟ ما قدرت خليت شوقي يضل يحبني؟ شو اللي انا غلطت فيه تجاهه حتى يفضل وحده تانية علي؟ ليل نهار عم فكر له بعذر مش عم لاقي له. يا سراب يمكن تكون مجرد انسانه في صداقه بيناتهم، ما ممكن تعرفي شو اللي بيربطوا فيها غير ما تقعدي انت وياه وتصرحي بكل شيء. صعبه لا يا صعبه. كل ما طلعت بالصور بحس النار عم تغلب اعصابي وبعروقي وبجسمي. نار الغيره والحقد. هو وغمرها وايده عليا عم يرقصها. ما فيك تتصوري شو بصير فيي كل ما تخيلتهم مع بعضهم. ما تخلي الافكار السوداء تسيطر على المنطق بحياتك. هالافكار بتخلينا نتخيل اشياء مش صايره ونصدقها. بس انا اللي عم بتصوره صح. كل ما طلعت بشوقي بحسه راجع من عندها وبصير اتخيلهم مع بعضهم 100 صوره وصوره و100 مشهد ومشهد. بحس حالي عم بختنق وبدي صرخ. انا عايشه كابوس لايا، عايشه كابوس. مش عم بقدر صدق انه شوقي عم بخونني. مش عم بقدر صدق انه في وحده تانية اخذته مني. هالشي عم يعذبني، عم يعذبني كتير. المهم صحتك، المهم تنتبهي على حالك. انت ما عدتي مسؤوله بس عن نفسك، انت حامله روح ولازم تحافظي عليها. اعملي لي سكانينج لهدول الصور واسحبي لي 20 نسخه. حاضر. جهاد بدي منك طلب. قولي. يا ريت فينا نكون سوا بالقضيه لان بقدر ساعدك اكثر. شو؟ على وجهك خبر حلو. أخيرا أخذنا مشروع المساكن الشعبية. أخيرا صار عندنا مشروع كبير. مزبوط صار عندنا مشروع كبير. بس في مشكلة صغيرة لازم نعرف نلاقي لها حل. مشكلة مع مين؟ مع يلي أخذنا المشروع من إيده، مع يلي سحبنا اللقمة من دمه. مين يعني؟ رفيق حاتم. بدنا ننتبه حتى ما يأثر هالشي على علاقتك بلايا. ألو ساري زيادة؟ نعم. معك لايا حاتم. أهلا لايا. ما رح أخذ منك وقت كتير، بس إلي عندك تفسير عن كلام قلته عن فراس، وبالتحديد بتقول فيه إنه موعدي مع حميد رح يكون كتير قريب إذا بتجوز فراس. لا ما تفكر كتير باللي قلته، هذا مجرد كلام أو هذا مجرد إحساس. خليني أقول هالشي. مجرد إحساس؟ كيف يعني؟ ما بدك كيف يعني، حسيت انه لازم اقول هالكلام وقلته. مش زيادة هيدا الكلام اللي قلته كان مجرد احساس خلاني كل الوقت على اعصابي، عم فكر شو بتقصد فيه؟ شو اللي خليك تقول هيك كلام وبعدين تمشي؟ لانه برايي انسان بمستواك ما بيسوى يزد كلام بالهوى، بس لانه احساسه فرض عليه يقول هالكلام. تبقى عارف شو بدك تحكي مش زيادة قبل ما تحكيه. كرمالك، كرمال مصداقيتك مع الناس. ميرسي وباي. هيدا النوع من المجوهرات والأحجار الكريمة بدك تشوفهم عند يلي بيصمموا مجوهرات، لأنه ميزانيتهم بتسمح لهم يشتروا هيك قطع مشغولة هالقد بفن. بس حضرتك معروف إنه التجار الكبار وهيك قطع إذا وصلوا لعندك بأسعار خفيفة ما بتاخدهم؟ شوف أستاذ جهاد، أنت بتعرف إنه أنا كل شغلي نظيف وبعطي معروف مصدرها وبعطي شهادة فيها. أي بضاعة مش معروف مصدرها ما بتعاطى فيها شو ما كان حجمها أو قيمتها. خواجة مرديك، انت صديق من زمان وبتعرف قد بحبك وبحترمك، لهالسبب رح كون صريح معك. بدي اعرف وين بلاقي هيدي البضاعة وعند مين. هيدي بضاعة مميزة، إذا كانت مهربة أو مسروقة صعبة تلاقيها عند التجار،
بدك تفتش عند اللي عنده هواية الكولكشن، ما تضيع وقتك عند التجار. أنا رايح. الله معك. بعدك تعبانة؟ الحكيم قال لازم ارتاح شوي. بدك شيء قبل ما امشي؟ ابدا. مين همك يرجع لك اكثر؟ كمال ام المجوهرات؟ اكيد كرامتي. بدي رجع كرامتي بالاول. لما بتحس المرأة اللي بتحب صدق انه اللي بتحبه نقص من قيمتها اما طعنها بكرامتها، بصير الحقد المادي الوحيد اللي بيفرزها القلب. رح دفعه حق كل يلي عمله معي، رح دفعه حق كل دمعة بكيتها دم وكل دقيقة انشغل فيها بالي عليه. رح يندم، صدقني رح خليه يندم كتير. ما عاد فينا نعتمد كتير على مشاريع عامة، لأنه عملية فض العروض عم تجبرنا نعطي أسعار قليلة بربح قليل لناخد المشروع. مرحلة هلأ وبتمضي، ربح قليل أفضل بكتير من خسارة مشروع، مش هيك فراس؟ ايه طبعا طبعا. مشروع المساكن الشعبية بمناقصة علنية وفض عروض خسرناه. خسرناه؟ كيف هالحكي؟ قدام مين؟ زيادة جروب. كل هون رح اطلبك صحن غيره. اخر الجمعه بس تقبض بدفع عنك، بس هلا ما معي مصاري. ولا يهمك، بس الجوع كل على حسابي. كل وانا جاي لاكل معكم. يلا تفضل حبيبي كل. صحتين وهنا. الله يديمك. يا أهلا يا أهلا بالشباب، تفضلوا. أهلين حبيبي. شو بتحبوا تاخذوا شباب؟ اهلا وسهلا فيكم. ما بعرف شو عم بفكر ساري زيادة، بس اللي عمله مش رح سامحه عليه. ما بقدر جاوبك قبل ما اعرف وجهة نظر ساري. عم ياخذ الطريق الغلط، عم ياخذ الطريق اللي بيوصله يتواجه معي. اذا هيدا هدفه ما عندي مانع نفتحها حرب. نحن ربحنا مناقصة مشروع المساكن الشعبية بفضل الأستاذ عصام ومتابعته للموضوع. أيمتى تم تنفيذ أستاذ؟ الأستاذ عصام هو رح يهتم بكل هالتفاصيل. بدي معلومات كاملة عن كل تحركات زيادة جروب، مناقصات، مشاريع، عروض، أي مشروع بدهم يقوموا فيه لازم أعرف كل شيء، كل التفاصيل وبأسرع وقت. ليه هالقد أخذ من وقتك وأعصابك مشروع المساكن الشعبية؟ خسرنا مناقصة بنربح غيرها. أنا مش معود أخسر، وإذا ما تعاملت بحزم مع ساري زيادة وشركته من أول الطريق رح أخسر معهم أكثر من مناقصة. بابا ما تنسى أنه في صداقة شخصية بتربطني بسراب، تركني أنا عالج الموضوع مع سراب. أهلا
غلط يا ساري غلط. عم تجازف بمشاريع مش من اختصاص شركتنا. مشروع المساكن الشعبية هيدا أكبر مجازفة. كل المشاريع الكبيرة بتبلش مجازفة. وين الغلط؟ الغلط إنك توقعنا بمشاكل مع رفيق حاتم، والغلط إنك تفوت على مشاريع وهو معتبرنا أصحابه. هالشي ممكن يكون سبب يفوت بدوره على مشاريعنا وياخدها منا. بس أنا ما معي خبر إنه رفيق حاتم بهمه هذا المشروع أو حتى فايت بالمناقصة. لكن كيف فت بالمناقصة وما بتعرف مين مشارك فيها؟ أنا تركت هذا الموضوع يهتم فيه عصام. عصام عصام ماني عارف لوين بده يودينا هيدا عصام بعد. شو عملت؟ عرفت رقم الأوضة. المهم تعرف كيف توصلها على المزرعة. ولا يهمك، رح تشوفها بالمزرعة. بدي اطلب منك خدمة بس بتضل بيني وبينك. بدي اسماء وعناوين كل الشركات التجارية بالبلد. تكرمي، هيدي شغلة كتير هينة. بسأل وبدلك من وين فيكي تعرفي. بتكل عليك. عم بتشوفيه؟ لا. انتبهي لحالك. بعد ما نخلص من فراس بنشتغل على زواجك من لايا. خلينا هلأ نفكر كيف بدنا نحل الأمور مع رفيق حاتم، بعدين بنفكر بفراس. رفيق حاتم موضوعه هين، بنضل نقدر نتفاهم معه. المهم هلأ نخلص من فراس. بتكون ضربة كبيرة بنلهي فيها رفيق حاتم عن موضوع المساكن الشعبية.